بسم الله الرحمن الرحيم. الأصدقاء الأعزاء مرحب بكم في فيديو جديد. الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا في موضوع تنمية الذات وتنمية الكاريزما، انك ازاي تكون شخص عنده كاريزما. اللي هو دايما بنسمع المصطلح ده مع ناس كتير، يقول لك ايه فلان ده كاريزما، ده ما شاء الله عليه، ده كاريزمته عالية والكلام ده كله. قصة الكاريزما هي جيفتد، يعني دي موهبة من عند ربنا، ولكن انت ممكن تقوي كاريزما بتاعتك. يعني كل بني ادم فينا مهما كان جواه كاريزما معينة، ولكن انت ممكن تشتغل عليها وتقويها، او ممكن تهملها خالص ويبقى انسان مالكش كاريزما ولا اي حاجة في الدنيا. فدايما كان في مقولة بيقولك leaders made not born، يعني القادة بيصنعوا ولا يولدوا. يعني كان بيضرب المثل الشهير بهتلر، يعني هتلر اتصنع اتعمل، انما هو ما اتولدش قائد المانيا والكلام ده كله. يعني طيب، من عنصر مهم جدا من موضوع الكاريزما وانك تكتسب ثقة الناس فيك، وازاي تخلي الناس تحترمك. احترام الناس ليك ده نابع من احترامك لنفسك، بمعنى انك بتتكلم مع واحد او بتتعامل مع الناس لازم تكون محترم في التعامل معهم، ولازم تعامل الناس بنفس الطريقة اللي انت عايزهم يتعاملوا معاك بيها. يعني انت لو واقف تتكلم مع واحد معين، ما ينفعش تقعد تتلفت حواليك وتبص يمين وشمال وتحسسه ان انت مش مهتم بكلامه وان هو بيدش كلام على الفاضي، او تقعد مثلا تبص في الساعة بتاعتك او تشوف الموبايل، اي تعمل اي حاجة انك توصل له مسج انك مش مركز معاه. طبعا دي حاجة يعني سلبية، هتخلي اللي قدامك ياخد منك موقف او يكرهك او ما يحبش يتعامل معاك بعد كده. كان سقراط دايما بيقولك ايه، له كلمة شهيرة بيقولك تكلم حتى اراك، يعني اتكلم عشان اشوفك. طيب الكلام شفوي، الرؤية بالعين. فهو كان سقراط كان بيقصد بالمقولة دي ان انت الانسان ما بيبانش على حقيقته وما تقدرش تشوفه الا لما يتكلم. يعني ممكن تلاقي انسان وهو ساكت كده ما شاء الله عليه، عنده هالة وكاريزما عالية جدا، وتقول فلان ده ما شاء الله عليه، ولكن مجرد ما يبدأ يتكلم بينزل من نظرك، او الصورة البابل اللي انت كنت عاملها ليه دي خلاص انهارت. يعني لانه لقيته عمال يهرتل في الكلام وبيقول اي كلام على الفاضي، يعني وتعامله زباله مع الناس ومش محترم مع الناس، فبيقل من نظرك. يعني فانت حاول دايما انك تكون انسان محترم في تعاملك مع الناس، مع كل الناس، سواء ان شاء الله حتى السايس اللي بيركن في الشارع، ان شاء الله اللي بيلم، يعني اللي بيلم عامل النظافة، ان شاء الله الساعي اللي بيجيب لك كوبايه شاي، اي حاجة. لازم تكون محترم مع الناس، لان احترامك مع الناس ده جزء من احترامك لذاتك واحترامك لنفسك. وانت دايما لازم تحاول تحسن من قدراتك الذاتية والكاريزما، انك دايما لازم تتعلم. يعني ايه تتعلم؟ يعني لما يكون مثلا قاعد في جلسة مع ناس كتير، ما تبقاش انت اول واحد بيتكلم، ما تبقاش انت حريص انك تتكلم اكتر حد، لا، دايما اسمع كتير وتكلم قليل. اسمع كتير علشان تقدر تاخد فكرة عن كل واحد بيقول ايه، وتاخد فكرة عن الموضوع اللي هم بيتكلموا فيه اصلا، وتفكر وتشوف انت ايه وجهة نظرك وهترد تقول ايه او هتتكلم ازاي، بحيث يوم ما تتكلم كلام يكون كلام له وزنه وله احترامه في وسط الناس اللي موجودين. الفكرة مش مجرد انك تاخد مساحة اكبر او انك تتكلم اكتر، لا، قد ما انت كلامك قد ايه يكون كلام موزون وكلام محترم وله ثقله. دي كلها من العوامل اللي بتبني الشخصية وتبني الكاريزما. فهي الموضوع بالتعلم، الموضوع مش شرط انك حد مولود موهوب كده. يعني انا شخصيا مش مقتنع بقصة ان ما ينفعش ان حد يغير كاريزمته، او ان حد يغير نظرة او احترام الناس ليك، ان هي نظرة واحترام الناس ليك مبنية من تعاملاتك مع الناس ومن تصرفاتك مع الناس.
فدي كانت حاجة بسيطة جدا كده في موضوع الكاريزما. وإن شاء الله في فيديوهات جاية كتير إن شاء الله هنختار حاجة كده كبسولة صغيرة نتكلم فيها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تشتركوا في القناة وتعمل لايك، والسلام عليكم.